أحسن الله إليكم. هل صالح محمد من الإمارات يقول: لدي أسئلة عن النزاع حيث كثر في زماننا هذا، فما هي شروط النزاع يكون مباحا يا شيخ؟ النزاع يكون مباحا إذا لم يكن فيه باطل وكذب، ولا يكون كثيرا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، اللهم صل وسلم، فكذلك يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمزاح اليسير الذي فيه ترويح النفوس والانبساط مع الأصدقاء والجلساء شيء طيب، لكن لا يكون فيه كذب ولا يكون كثيرا ينهي عن ذكر الله عز وجل ويسفه العقول. نعم.